كابتن احمد ابدا معاك. السعوديه والارجنتين ايش مفروض نتوقع بكره منطقيا بعيدا عن العواطف والطموحات العاليه والناس وقاعد تتكلم، انت في الاخير تلعب امام المنتخب الارجنتيني، ايش مفروض نتوقع بكره في المباراه؟ بص يا حضرتك، ما بدات الكلام ان انت لازم تتعلم من اخطاء غيرك. انا شايف من وجهه نظر شخصيه ان التحضير للمباراه هي 40% من المباراه. بمعنى ايه التحضير؟ النهارده المدرب بيشتغل على طريقه اللعب اللي هيلعب بيها، هيشتغل على التكتيك اللي هيلعب بيه، هيبدا يتفرج على فرقه الارجنتين 4 5 ماتشات او 6 ماتشات الاخرى، ويبدا يتفرج في الفيديو ويقطع للعيبه بتاعته ويبدا يفرجهم او يوريهم ازاي الارجنتين بيشتغل، ازاي بيستحوذ، ازاي بيشتغل من العمق، ازاي بيتحرك، ازاي بيعملوا الكور الثابته، ازاي بيتحركوا على الاطراف. كل ده لازم اللعيب تركي يبقى نازل عنده كوبي من اللي هيحصل في الملعب. ده 40% من الشغل. عندك بلان ايه؟ 40% من مباراه بكره هي التحضير. تحضير طبعا. النهارده ذهني، انت تتكلم عن التحضير الذهني. الذهني والفني، ما فيش حاجه اسمها ذهني لوحدها في الكوره. الذهني ده ان انت النهارده تشيل الضغوطات من عليك، ده رقم واحد. رقم اتنين، انت هتشتغل ازاي؟ النهارده مثلا بص على ايران، ما فيش سيستم في الملعب. اول ثلث ساعه بطريقه وبقيه المباراه بطريقه ثانيه خالص، تحس ان ما فيش سيستم في الملعب، ما فيش مدرب بيشتغل من بره. فانت النهارده لازم احضر المباراه. انا يعني اما تيجي تبص على كل التوب تيمز اللي في العالم، تحضير المباراة هي قوة دخول المباراة نفسها عاملة ازاي؟ ما بقاش النهاردة أولاً بس حاجة فنية كده للعيب، اللعيب دايماً في بداية المباراة بعد التسخين هو في أحسن فتراته الذهنية والبدنية، فالنهاردة ما تخش فريق يخش في جون أول 5 دقايق أو 6 دقايق، إذا أنت مش موجود ذهنياً في المباراة، داخل المباراة ولسه ما دخلتهاش، يعني ممكن تقعد لك ربع ساعة تلت ساعة قبل ما تخش المباراة، مباراة زي الأرجنتين تكون خلصت بالنسبة لك. فأنا من وجهة نظري الشخصية التحضير مهم جداً جداً جداً. الحاجة الفنية لو تبص على الأرجنتين، هم ما عندهمش اللعيب رقم 9 اللي بيلعب بدماغه كويس. اذا هم فرقه بتشتغل بالعمق دايما باستمرار. ميسي، لوتارو مارتينيز، دي ماريا، كلهم لعيبه قصيرين، مش هتلاقي اللعيبه الكروسات وناس، هتلاقي عاوزين يلعبوا من العمق. فانت نص المباراه بكره هتبقى قافل الملعب من عمق الملعب، لان خلي بالك الفرق دي في الاستحواذ تقعد تستحوذ مره واثنين وثلاثه وتجيب هنا وتجيب يمين وتجيب شمال عشان تخلق الثغره بين الخطوط. وخلي بالك لو لقوها هيلعبوا عليها على طول، مش هيدوك فرصه ان انت تحاول تصلح نفسك وتشتغل، لا وتقف دي، لا هم هناك هيقتلوك. فانت من وجهه نظر شخصيه لازم رينار بكره يشتغل ميدل بلوك، ما يشتغلش هاي بلوك. هاي بلوك يبقى منتحر. هاي بلوك يعني تضغط ضغط عالي، يعني الكره دي لو ممكن تنجح مره واثنين ممكن تنجح، لكن لو راحت بعد كده او طلعت والمساحات كبرت هتلاقي مشاكل كبيره جدا جدا عند ميسي ومارتينيز ودي ماريا، والتحولات هتبقى الدنيا صعبه جدا. فانا وجهه نظري عشان تشتغل تحول صح لازم تشتغل في الميدل بلوك عشان تبقى قريب من الجون. وخلي بالك انت لو لاحظت اخر 8 مباريات لمنتخب السعوديه هو 0-0 1-0 1-1 0-0 1-0 1-1، فانت اوريدي ده بيديك ارقام ان انت ممكن تدافع كويس، لكن في نفس الوقت تحولاتك او الجزء الهجومي عندك مش كويس. فانت في الاخر انا عاوز المباراه، انا عاوز اطلع بشكل كويس، شكل محترم يوريني الكره السعوديه موجوده فين، لان طبعا الدوري السعودي دلوقتي من اقوى الدوريات الموجوده في الدول العربيه. فالنهارده عاوز اشوف في الملعب، انا خسرت كسبت، انا اهم حاجه بالنسبه لي اشوف فرقه واقفه على رجليها كويس جدا في الملعب، تبقى تشوف جوده لعيبه، جوده لعيبه، ما فيش خوف، ما فيش قلق، مش فيش اما الراجل يضغط عليك تروح انت مطفش الكره او مطلع الكره. العب بالسيستم اللي انت اتمرنت. انا اعرف ان رينار بقاله 5 سنين او اكتر مع المنتخب ونفس مجموعه اللعيبه، فانت اوريدي هو خلي بالك راهن عليهم رهان كبير جدا جدا. في لعيبه ما بتلعبش في بأساسيين في الانديه بتاعتهم، فهو راهن عليهم رهان كبير جدا. فانا اعتقد ان المجموعه دي مع رهان رينار الاثنين متحدين جدا جدا مع بعض، واتمنى ان انا اشوف حاجه في الملعب بكره، سيستم لعب محفوظ ومتدربين عليه. من ضمن السيناريوهات اللي المدربين يحضرون فيها اللاعبين، هل من ضمن المدرب يحضر اللاعبين كيفيه العوده للمباراه اذا تسجل فيك هدف مبكر؟ ده نقطة مهمة جدا. ولا هذه ما تناقش؟ بص يا استاذ، اقول لك على حاجه. بص، في اوروبا الناس دي بتحسب الجون هو لقطه. انت بتلعب كام؟ 90 دقيقه او 95 دقيقه، الجون جه في دقيقه، فانت عندك 94 دقيقه تلعب عليهم تاني. هو ده الفرق دايما بين المنتاليتي او العقليه بتاعت الناس اللي في اوروبا، وان انت ما يخش فيك جون في عندنا في الدول العربيه عامه تخش فيك جون. النهارده مثلا ايران دخل فيهم او لغايه الجون ماشيين كويس قوي دفاعيا، بيدافعوا كويس وقافلين الملعب، ودخل فيهم جون
لقيت الدنيا كلها انهارت. مره يضغطوا ضغط عالي، مره يشتغلوا تحت شويه، مره يعملوا يشتغلوا في ضغط مرتد، مره يستحوذوا، مره ما بقتش خلاص الدنيا فتحت. لكن انت النهارده حتى بص على الفرق اللي بيخش فيها جون عادي، خلاص هات الكوره وابدا اشتغل تاني مفيش مشكله، لان هي لحظه. انت معنى اللي انت تحط في دماغك ان انت لو دخل فيك جون انا رميت الفوطه، لا ما تلعبش كوره احسن. الكوره مش كده، الكوره لا، انت لحظه واثنين وثلاثه واربعه وهتضيع وهتروح وهتجيب، وممكن تبقى انت مضيع واحده في العارضه دلوقتي وترد عليك زي مثلا ماتش مانشستر سيتي وريال مدريد. هديك اكبر مثال، الناس دي اتغلبت في تشامبيونز ليج النهارده، بعد ثلاث ايام راحوا يلعبوا الدوري عشان هياخدوا الدوري، كسبوا 5-0 نيوكاسل. فشوف المدرب بيعرف يطلع اللعيبه ازاي ويشحنهم ازاي ويخليهم دي بطوله، ويقدر هو ده التحضير، حضرهم للمباراه اللي بعد كده عشان يروح ويكسب وياخد الدوري. فانا في الاخر لا، دخل فيها جون مفيش مشكله، ما افتحش سيستم اللعب بتاعي يعني ولا العب عشوائيه. يعني هويتك مع اول ضربه يعني. طب هو الهويه دي بتتخلق ازاي يا استاذ تركي؟ بالوقت. انت بقالك 4-5 سنين شغال بهويه معينه، النهارده هيخش فيها جون قدام الارجنتين، اروح مضيع ال5 سنين اللي انا اشتغلت فيهم واشتغل بهويه ثانيه ما حدش عارف عنها حاجه، بدل ما اخسر واحد او اثنين اخسر 5 و6 وشكلي وحش جدا. لا، انا النهارده لازم احافظ على الهويه بتاعتي واحافظ على التيم بتاعي وشكل الملعب، وعندي بلان A وبلان B. هديك مثلا مثال صغير على الكلام اللي قلناه في ماتش قطر. النهارده كيروش بين الشوطين عمل ايه؟ 3 تغييرات. ما الملعب يعني بغض النظر هو الكواليتي كويس ولا وحش، انا بتكلم ان المدرب دايما عنده بلان A وبلان B. في مدربين يقول لك ايه؟ انا محضر التغييرات بتاعتي من بالليل. الكلام ده في الكوره مش موجود. النهارده انت ممكن بيب جوارديولا اللي هو الاعظم مدرب في العالم ممكن يكمل الماتش 90 دقيقه بنفس اللعيبه بتاعته. ليه؟ هو انا عاوز انا الكواليتي بيحصل ايه اللي بيحصل في الملعب؟ شغالين صح، بيتحركوا صح، بيضغطوا صح، بيستحوذوا صح، حتى لو مش عارفين يجيبوا جون في الاخر بيشتغل الطريقه والشغل الصح. لكن النهارده في مدربين بيبقوا حافظين التغييرات، يقول لك الدقيقه 60 هغير مش عارف ايه، الدقيقه 70، الكلام ده مش موجود في الكوره. فانا رينار اكيد محضر كويس جدا ومحضر الفريق بتاعه وعنده بلان A وبلان B، واتمنى كل اللي انا اتمناه من السعوديه ان هي تظهر بالشكل المطلوب، في روح، في قوه، في اداء، في سيستم في الملعب. كسبت خسرت النتيجه دي بتاعت ربنا.